خارج العاصمة نجمينا عقد حاكم إقليم اللجون الغربي محمد بشير الشريف دوسة مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله إلى مسائل عدة أبرزها الجانب الأمني. عجون محمد أحمد. يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده حاكم إقليم لجون الغربي محمد بشير الشريف دوسة، والذي تطرق من خلاله إلى الخطط والاستراتيجيات التي تنصب في تعزيز الأمن بالمنطقة وكذا حل الخلافات بين المزارعين والرعاة. كما تناول الحاكم أيضا قضية العمدة السابق لمدينة موندو لوكين كرايو ميدار، وشهدت المناسبة تقديم أسئلة واستفسارات من قبل الصحفيين تمحورت حول عدة نقاط تختص بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية التي يعيشها الإقليم، خاصة مسألة قضية محاكمة العمدة السابق. وفي رده أكد الحاكم بأن هناك خطط واستراتيجيات وضعتها السلطات الإدارية من أجل المشاركة في تحقيق أهداف الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة، وأن قضية محاكمة العمدة السابق تخص العدالة. هذه الأهداف التي يبادر بها الحاكم تدخل في شان استباب الأمن ونشر السلام وسط أبناء إقليم لوغون الغربي. قام حاكم إقليم نادي الشرق حسن جربو بجولة تفقدية شملت عدة قرى تابعة للإقليم. فاطمة داود اللحامر. في سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جروبو في مختلف قرى الإقليم للتعرف على كافة الإشكاليات التي تواجهها، فقد حط حاكم الإقليم رحاله هذه المرة في كل من بحيرة كارياري التي تبعد عن مدينة أمجرس بحوالي 50 كيلومترا، وكذا وادي هور بمقاطعة بهاي والذي يبعد هو الآخر عن مدينة أمجرس بحوالي 70 كيلومترا. وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على أحوال المواشي الكائنة بتلك المناطق والتعرف على المشاكل التي يعانيها الرعاة والمحاولة على إيجاد حلول مشتركة ترضي الطرفين. ندورو يعني نرمال إيجي دو كتارا نرمال نمال ودوا كل برسلو وفرماشي أنا مال كله يابتو ومال دلا يدو وشيادو يقوم يكمان ده كان يدورو ترتو دول شندول كل كان دولة فيدا لازم برسلو يانتو شيات المال ده كما سوى كده مال دلا لغاية سنة سنتين ثلاث سنة ده وايد كل ما يفضلو كله يكملو. الزيارة التفقدية هذه كانت بمرافقة عدد من ممثلي المنظمة الغير حكومية أديس، خاصة المتخصصين في القطاع البيطري. دكتور الجيدين أسد ما كاترين ونال مال دا كل كاترين دا كلي رسولنا الدكتور ورسولنا دواء يفكولنا فارماسي في أمجرس. بلادنا تشاد تمتلك ثروة حيوانية طائلة تصل إلى الملايين، وتبذل الحكومة كل نفوذها وجهودها في توفير كل المستلزمات الصحية والرعوية للحفاظ عليها.